قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن إسرائيل تمضي قدما في العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي يحثها على وقف هجومها على الفلسطينيين. وأضاف بوريل في قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه يتعين تنفيذ حكم المحكمة، مشيرا إلى أنه سيعمل أيضا على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح. Unhappily is not the case. The prosecutor and the court has been strongly intimidated and accused of anti-Semitism, as always that everybody.